جود مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغوني يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني ووحشتيني وحشتيني. ورايا شباب عزم الله أجركم. يا لها باللي له الخافق يهلي هلي من الفرحة وروحي بات هلي هلي إلا شفته ولو في النفس ضيقة ضيقة تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي. جمانة ارفدي لي 7 من الموظفين هذول يلا. ليش مستر فواز هبا؟ ايوه هبا جننت انا، ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق، كان كل نفاق ورياء، ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي، وكلمه زياده هتحصليهم، يلا. حاضر. اه يا جمانه والله ذكرتيني بجرح عمري وغلطه عمري في نفس الوقت، والله اخذت زهره شبابي وفلت، الذكرى كامله يا هذه. 5 مستر فواز. 5؟ 5 سنوات يا والله مر علي كأنهم 6 سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم يا أوكي. كان عندي شيء مهم والله كنت أسوي، لكن لازم نروح المقابر ده واجب. مستر فواز كان نفسي أروح السينما في فيلم جاكي شان أكشن موت. أحبك وودك وموت وموت بهواك. هلا 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 العندليب جاي لك يا دبي. تحمل تحمل جفا. هلا 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 أحبك وودك وموت وموت بهواك. هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفا. هلا 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 ليالي تعدي بدون الحبيب، وكم يا حياتي اشتقت اللقاك. هلا انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله وتقسمه في نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن، انت عارفه الافخر فيصل دي. اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي انهي واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه. يا جماعه كده عيب، احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة يا فواز. والله حزين، والله فراقك صعب يا ام يزيد، والله لا اروح القبور دحين
وما أدري أبكي على فراقها ولا أبكي من الشوب والرطوبة هذه. وين سيارة المقابر واليوم الأسود؟ موجودة مستر فواز. تعال 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 تعال، أنا قلت لك روح. لا قلت ولا ما قلت؟ لا ما قلت روح. أنت ليه ما رحت؟ روح مستر فواز. تعال أنت تقول من نفسك تروح، أنا أقول لك تروح. يلا روح. هو يوم أسود من أوله، والله فراقك صعب علينا، والله والله قهرتيني والله. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا أبو يزيد، رحمة الله عليك. طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم. فواز جانبتم على قولتم كاسا وكاسيتو بيه الحياة دقنك دي ما فهمك. ادخل قول لفواز بيه قصة أخوك فوزي برا. فوزي أنا سعيد بيكو قوي قوي، شكلكم انتوا الاتنين توأم زي أنا وأخويا فواز. بعد سلع صون عامن فوزي جروة بصايا يا على لعبة القدر. ايه ده ايه ده، دي غريبة قوي. أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي. آه بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي، بس مش مشكلة، ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني، يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن. حبيبي يا أخويا تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا فواز. أبيك يا أبو الطيري، أنا عارف إن الصدمة صعبة عليك، بتقول كلام مش مفهوم. خش في لحمك أخويا خش. أري يا هيثم بعتك كارتة أركتك ولا كده، أنا عارف إن أنت ممكن تتلوس وتتجنن. خش في دمك يا حبيبي. أبيك صبر كروي يا أركي. خش في عظمك أخويا. انا ما فيش اخوك. امال انت مين؟ انا خان كابور. كان خابور وبقيت ايه دلوقتي؟ خان كابور المربي الخاص لمستر فواز، وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخبيري. ما انا قلت كده برضو، مش معقول تكون انت توامي، دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها. معك فوزي عند اللي بتدقي. اري انا يعرف انت منو، لقد ولدت على يدي. طب قول لاخويا كده اللي حسيت مش مصدق خالص. عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك. اكسكيوز مي حبيبي كم هير هوم سي ميك لايك مي، سوي مثل انا. 1 2 تك 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي خير. حبيبي حبيبي بقولك يا نبي يا عم خبور، اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين. ها الحياة بقى لونها بامبي، وانا جنبك وانت جنبي. الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم اي حد يجيبني في وسطه. لا 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 الحزين عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مجنون يا فلحتي. ده اسمه كلام يا ست؟ حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور؟ تومين ام سوري مستر فوزي، خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء. ايش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل يا انتي بنته، ده باصه كمان. ايه ده مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا في حد شد لك ده؟ بنته ده انت بنتك. بص بص قمر ما شاء الله. ستة بنته. هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي. ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي. يا ابني مرحبا. هلا والله، اكيد انت مرات اخويا فواز. معاكي فوزي عند اللي بتدقي. مستر فوزي انا مو زوجة اخوك، انا سكرتيرته. زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين. ده شيء يسعدني جدا جدا. تعالي معايا. مرحبا. انت لسه واقفه؟ تفضلي استريحي. اهلا وسهلا. تفضلي. واحدة اما كانت بتقعد كانت الكنبة بترجع. وحضرتك مش متجوزة؟ لا.
مش متجوزة ولا ماشية مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضية خالص ها؟ اه فاضية. مش عايزة تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطة وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا وعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا راح فين وانا مش هشوفك تاني. اذا بغيت شي كلمني على غرفة رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفة رقم 4. بقولك ايه يا قطة، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنوية لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركة؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه.